مرحبا بكم في النسخة 30 من رالي أبو ظبي الصحراوي. أنتم على موعد مع أعرق الراليات الصحراوية في العالم، ومما لا شك فيه بأن الصحراء الشاسعة والمبهرة ستمثل تحديا كبيرا أمام جميع المتسابقين. تجمع أبو ظبي بين الحداثة والتقاليد عبر مزيج يصعب إيجاده في أي مكان آخر في العالم. تضم قائمة المشاركين أكثر من 100 سائق ودراج، إذ رحب سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بجميع. بالتأكيد نحن سعيدين أن النسخة 30 وصلنا نسخة 30، هذا شيء مميز بالنسبة للرالي بصفة خاصة، ولكن بصفة عامة الزخم اللي وصل للرالي والحجم الاهتمام اللي موجود فيه وحجم المشاركة من مختلف سائقين الأبطال العالميين في كروس كنتري بالنسبة لنا هني يعطي زخم كبير للفعالية. المنافسة غير محسومة على الإطلاق في فئة السيارات، على الرغم من تصدر ناصر العطية للترتيب العام برصيد 61 نقطة عقب فوزه براليي الأندلس والمغرب، وذلك مع تبقي جولتين على نهاية الموسم. فيما يتواجد بالمركز الثاني السائق السعودي يزيد الراجحي الذي حقق مؤخراً لقب كأس العالم لراليات الباها. ولابد من الإشارة إلى أن العطية سبق له أن فاز برالي أبوظبي الصحراوي مرتين في 2008 و2016. الفوز مهم للغاية بهذا الرالي، إذ نحن نتصدر الترتيب العام، لذا سيكون بغاية الأهمية الفوز بالنسبة لي ولفريق تويوتا غازو ريسينج. سيكون الفوز مميزاً هنا. لوسيو ألفاريز ودينيس كروتوف وياكوب شيغونسكي هي من بين أبرز الأسماء كذلك ضمن فئة سيارات التيوان، ولكن لا يجب أن نغفل عن المعركة الرائعة ضمن T3 وT4 للمركبات خفيفة الوزن، حيث يسعى فرناندو ألفاريز وبافيل ليبيداف إلى أغلاق الفارق مع المتصدر في فئة T3، بينما يتمتع أوستن جونز بفارق مريح في T4 أمام كيس كولن وإيجينيو أموس. أما السائقة كريستينا غوتيريز فهي متصدرة فئة T3 بعد فوزها برالي الأندلس وكازاخستان، وهي بالتأكيد متحمسة لتحقيق لقب هذه الفئة مع مركبة الOT3. إنها مشاركتي الأولى هنا، لذا سيكون الأمر رائعا. إنه أشبه بالحلم، ولكن علي أن أبقى واقعية كي أرى كيفية سير الأمور. علي المحافظة على تركيزي في هذا الرالي. زميلي غوتيريز في ريد بول ساث كوينتيرو وكيوم دو ميفيوس سيختبران طراز الأوتي 3 الجديد المخصص للعام المقبل. ضمن فئة الدراجات النارية، فاللقب قد حسم في رالي المغرب الشهر الماضي لصالح النمساوي ماتياس فالكنر، وذلك للمرة الثانية في مسيرته. بالطبع ينتابني شعور جيد، لا سيما وأن موسمي سار بطريقة جيدة حقا. عادة ما يكون الرالي هنا رائعا مع الصحراء الجميلة، التنظيم رائع كذلك، لذا سأحاول الاستمتاع بهذه المنافسة. ياماها حاضرة بقوة كذلك مع الثلاثي الذهبي بقيادة أندرين فان بيفرن، أندرو شورت وروس برانش، كما يتواجد ثلاثة دراجين بارزين من فريق هيرو موتور سبورت، فراكو كايمي، سيباستيان بولر ويواكيم رودريغاز، فيما يدافع دانيال ساندرز عن ألوان غاز غاز، حيث يطمح الأسترالي لحظ المركز الثاني في البطولة العالم. قال الأسترالي مازحا بأن فالكنر تغلب عليه طوال العام، وهذا ما حدث بالفعل في المرحلة الاستعراضية البالغ طولها كيلومترين والتي أقيمت يوم السبت على حلبة مرسياس. هذه المرحلة القصيرة حددت مراكز المنطلقين للمرحلة الأولى. تألفت المرحلة الأولى من أكثر من 260 كيلومترا مع توجه المتنافسين صوب الجنوب إلى قصر السراب. تجمع الدراجون 17 ضمن الفئة الأعلى رالي جي بي قبيل الساعة 9 صباحاً من بدء التحدي، وعلى غرار العادة يتم توزيع كتيب الطريق قبل دقائق قليلة من البداية. ديفيد مابس الدراج البريطاني المقيم في الإمارات العربية المتحدة كان أول المنطلقين.
يتواجد إدريان فان بيفرن في المركز الثالث في ترتيب البطولة، حيث يواجه معركة نارية ومتقاربة مع دانيال ساندرز على حظ لقب وصافة الموسم. خسر الفرنسي بعض الوقت في المرحلة الاستعراضية، إذ حاول تعويض خيبة أمله اليوم حيث افتتح المسار بعد وصوله إلى الكيلومتر 100. وبفارق دقيقة و45 ثانية عن فان بيفرن حل ساندرز في المركز الرابع. هذه هي مشاركة الأسترالي الأولى في رالي أبو ظبي، إذ كان من المهم بالنسبة إليه الحفاظ على تركيزه والتقدم رويدا مع تواجده على بعد 3 دقائق عن المتصدر. كما لم يسبق لفرانكو كايمي القيادة فوق هذه الرمال، ولكنه استمتع بيومه إلى جانب أندي شورت من فريق ياماها قبل أن ينضم إليهما لاحقاً يواكيم رودريغاز وروس برانش. كايمي كان سعيداً بمركزه الثالث. ولكن دراجين اثنين كانا أفضل من البقية اليوم، بداية مع فالكنر الذي استمر بتقديم أدائه القوي المعهود الذي خوله الحصول على المركز الثاني بفارق 6 ثوان عن المتصدر. فالكنر كان منهكا خلال الكيلومترات الأخيرة من المرحلة. عدد قليل من الدراجين تمكن من التغلب على فالكنر هذه السنة، وروس برانش واحد منهم. برانش الذي حقق الفوز في رالي كازاخستان استطاع تسجيل الزمن الأسرع في المرحلة الأولى لرالي أبو ظبي. ياماها تواجدت مع دراجيها 3 ضمن المراكز 6 الأولى مع نهاية المرحلة الافتتاحية. كان الأمر رائعاً، ولكن الكثبان الرملية كانت خطيرة حقاً في بعض الأماكن. الدراجة جيدة، إذ كان من الممتع قيادتها. تمكنت من التواجد بالقرب من بعض الدراجين خلال الكيلومترات الأخيرة. كان يوماً ممتعاً. إذن روس برانش تصدر المرحلة الأولى أمام فالكنر وساندرز، بينما حل كايمي رابعاً أمام فان بيفرن. ناصر العطية متصدر ترتيب كأس العالم للراليات الصحراوية، دوماً ما يكون مستعداً للمعارك والمنافسة على الرمال. لطالما تمتع دانيس كروتوف بأداء ثابت هذا الموسم، إذ حل ثانياً في رالي كازاخستان وأولاً في رالي طريق الحرير، كما أنه يختبر سيارة الميني باجي هنا في أبو ظبي. لذلك تعامل رفقة ملاحي كوستانتين بهدوء مع مرحلة اليوم عوضاً عن الهجوم بشراسة. خاض يزيد الراجح موسماً متقلباً بعض الشيء، حيث تعرض لحادث خطير في باها الشرقية، لكنه عاد ليفوز بكأس العالم لراليات الباها. واجه السعودي مشكلة بسيطة مع ضغط الوقود اليوم، لكنه كان مسروراً جداً بالأداء العام. يتواجد لوسيو ألفاريز مباشرة خلف الراجح في الترتيب، لكنه كان أمامه في مرحلة اليوم متواجداً بالمركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الصدارة. وبينما يتمتع العطية بصدارة مريحة في الترتيب العام، فهنالك 6.5 نقاط فقط تفصل الراجح كروتوف وألفاريز في المراكز الثاني الثالث والرابع، ما يعد بمنافسة محتدمة حتى الجولة الختامية في حائل. سيارة ياكوب شيغونسكي لفتت الأنظار بألوانها منذ اللحظات الأولى، وعلى غرار ما حدث في فئة الدراجات النارية، فإن الفارق كان ملحوظاً مع أول مركزين. السائق البولندي الحائز على كأس العالم في 2018 وجد المرحلة صعبة عليه مع الرمال الكثيرة وأشعة الشمس الحارقة، إلا أنه كان سعيداً بخوض هذا التحدي بهدف التحضير بأفضل طريقة ممكنة لرالي داكار العام المقبل. الأسرع من دون منازع اليوم كان القطري ناصر العطية، الذي تفوق على البقية رغم كونه أول المنطلقين في فئة السيارات. يملك العطية 2 فوز في أبو ظبي، ويسعى لتحقيق لقبه 5 في كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة. جاءت أولى مشاركات العطية في هذا الرالي في أوساط 90s، لذلك فإنه على دراية كبيرة بتلك الكثبان.
أداؤنا جيد جدا، لكنني لا أشعر بأننا سريعون للغاية، لكن الوضع على ما يرام كوننا نعلم موقعنا اليوم وسنقرر ما سنفعله في الغد. إليكم التصنيف الإجمالي لفئة السيارات، 9 دقائق تفصل بين العطية وكروتوف صاحب المركز الخامس. سائقان في أبوظبي يختبران سيارتيهما جديدتين ضمن فئة تي 1 بلس. مارتن بروكوب كان أسرع من أريك فان لون، حيث قال أن شعوره كان رائعا خاصة مع تلك الإطارات الكبيرة. 3 سائقين ما زالوا ضمن معركة اللقب في فئة تي 3. كريستينا غوتييرز الأوفر حظا بالرغم أنها لم تكن مسرورة من أداء اليوم، حيث احتلت المركز الرابع لكنها لم تتراجع إلا 1:25. بافل لبداف يحتل المركز الثالث في ترتيب كأس العالم مباشرة بعد فوزه في المغرب، أنهى الروسي ثالثا في المرحلة الأولى بفارق 1 دقيقة عن الفائز. جهد قوي من السعودي صالح السيف الذي عزز بالفعل من أدائه مؤخرا. هو ليس ضمن منافسات اللقب على كأس العالم للراليات الصحراوية، لكنه يرغب بتحقيق الفوز قبل مشاركته في موطنه بحائل. السيف تأخر بفارق 0.3 ثانية عن المتصدر. الفوز بالمرحلة الأولى حققه الأرجنتيني فرناندو ألفاراز الذي يقود إلى جانب الفرنسي المخضرم كزافيه بونسيري. ألفاراز خصم غوتييرز الأول على اللقب، ويبدو بأن المعركة ستكون محتدمة تماماً. ما زلنا في الأيام الأولى بفوارق قليلة بين المراكز الثلاثة الأولى لفئة تي 3. يوجينيو آموس يتطلع لتأمين منصة تتويج لفئة تي 4 وهو يحتل المركز الثالث خلف أوسن جونز وكيس كولن. حقق الإيطالي منصة التتويج في راليين كازاخستان والمغرب وبدأ الجولة ثالثا. جونز يتقدم ب25 نقطة في صدارة الترتيب، لذلك بوسعه التعامل بذكاء. الأمريكي ظهر بأداء قوي على متن سيارته بي آر بي مافريك، حل ثانيا رفقة ملاحه، حيث لن يكون من السهل التغلب على وصيفي داكار العام الماضي. لم يفز اليوم كون الأداء كان ممتازا من مارك كوكزال الذي تواجد أخوه ميشيل على بعد 5 دقائق في المركز الخامس. لم نتوقع تلك النتيجة في المرحلة الأولى، لكننا أتينا إلى هنا ونحن ننوي التسابق بشكل لائق ونستهدف الفوز. نشعر بأننا نجحنا في الاختبار الأول. إليكم الثلاثة الأوائل في فئة تي 4 بعد أول يوم حافل في تحدي صحراء أبوظبي. نشكر لكم حسن متابعتكم ونلقاكم في المرحلة الثانية.